السلام عليكم ومرحبا بكم في ملخص الجزء السابع من انمي يومي ميرودانتي. لهذا لو ما شاهدت الاجزاء السابقه عليك مشاهدتها قبل مشاهده هذا المقطع، ولا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك لتتوصلوا بكل الملخصات القادمه، واهم شيء صلوا على الحبيب. ويلا بينا. ساغو في عمله بشكل عادي ليتفاجأ بأن ساساكي جاءت عنده ليقولها هل أنت ذاهبة إلى الجامعة؟ لتقول له بل العكس، هي ذاهبة إلى المكتبة. لكن هي مرت بجانب المحل وكانت تريد أن تتحدث معه. بعدها هو لاحظ تلك القلادة التي في يدها ليقول لها أنها قلادة جميلة. لتقول هي أنها قلادة مصنوعة يدويا، صنعتها في إحدى المرات. ذهبت هي ووالدها للمتجر وقامت بصنعها باستخدام لآلئ البحر. ليقول لها هو مع نفسه أن فتاة تدرس في الجامعة لديها علاقة جيدة مع أبوها وأخته. عندما كانت في الابتدائية قامت بفصل ملابسها عن ملابس كل من في المنزل. بعدها هو قال لها أن تريه مكان المتجر وهي اقتربت منه، لكن هو شعر بالخجل. لكن هي تريد أن تريه مكان المتجر، وهو قال أن الأشياء التي تصنع يدويا تجعلها أكثر أناقة وأكثر قيمة. وكان يقول مع نفسه أن عيد ميلاد آيكا اقترب، وهو كان دائما يفكر في ماذا سوف يقدم لها في عيد ميلادها كهدية، وهذه فرصة جيدة ليصنع لها هدية بنفسه. بعدها هو عرض على ساساكي أن تذهب معه إلى ذلك المتجر وهي وافقت. لهذا خرجوا في نزهة معا، لكن هي كانت متوترة بسبب ملابسها، فهي ترتدي ذلك النوع من الملابس عندما تأتي لزيارته فقط، هي ليست معتادة على الخروج بهم. ليقول لها ما نوع الملابس التي ترتديهم عادة. لتقول له أنها كانت ترتدي الملابس التي كانت ترتديهم في المدرسة الابتدائية، لكن هو لم يستطع أن يصدق وقال هل حقا سوف يتناسب مقاسها الحالي مع الملابس التي كانت ترتديهم عندما كانت في المدرسة الابتدائية؟ وسألها هل أصدقاؤها لا يقولون أي شيء بخصوص ذلك؟ لتقول له أن الجميع يخبرها بذلك، كلهم لديهم نفس الرأي ساغو، لكن هي تفضل تلك الملابس لأنهم يبدون ظريفين عليها. ليرد عليها هو أنه من الجميل أن تحافظ على أغراضها لفترة طويلة. في تلك الأثناء آيكا وأختها إيري وأشيدا كانوا جاهزون ليذهبوا للبحر، وفي طريقهم مروا على ساغو لكي يكلفوا بمهمة حمل الحقائب. لكن الحقيقة هي أنهم كانوا يريدون أن يذهب معهم للبحر لكن لم يجدوه، وكانوا يظنون أنه سوف يكون في عمله بدوام جزئي، لهذا قرروا أن يذهبوا للبحر. في تلك الأثناء هو كان مع ساساكي في البحر ليتجه بعدها إلى ذلك المحل الخاص بالحرف اليدوية، وهو كان يشعر بالتوتر. لتقول له هي لا بأس، فأنا أتيت إلى هذا المتجر من قبل. وقرروا أن يدخلوا، وكان المتجر جميل جدا، وكان هو الرجل الوحيد في ذلك المحل والذي جعله يشعر بتوتر أكبر. بعدها ألقى نظرة على المتجر ووجد الكثير من الصدف واللآلئ، لكن عليه أن يأخذ صدفة خام ويقوم بتقطيعها، وصدفة صلبة جدا، وهو كان يظن أن الأمر أشبه بصنع طوابع في الصف، لكن هي أصعب من ذلك بكثير. لهذا قرر أن يجلس ويصنع شيء ما، لأنه قطع كل هذه المسافة لا يجب أن يعود بدون أي شيء. ومديرة المتجر سألت ساساكي ما الذي تريد أن تصنعه، لتقول لها أنه في المرة السابقة صنعت سوار، لهذا هي تفكر هذه المرة أن تصنع قلادة. وسألت بعدها ساغو ما الذي يريد أن يصنعه، لكنه لحد الآن لا زال مشوش ولا يعرف ما الذي عليه أن يصنع وكيف سوف يصنع. لتسأله صاحبة المحل هل هذا الشيء سوف تصنعه كهدية، ليقول لها أجل هدية. لتسأله هي هل لبنت، ليرد عليها أجل هو لفتاة. لهذا هي قررت أن تسهل الأمر عليه وأعطتها الأشياء التي سوف يحتاجها لو كانت الهدية لفتاة. لتسأل ساساكي هل هذه البنت هي البنت التي يحبها، ليقول لها أجل هي هدية عيد ميلاد لها، لكن هي ليست حبيبتي لأنه حب من طرف واحد فقط. لتقول له هي إذ كنت لن تخرج معها فلماذا سوف تصنع لها شيء كهذا؟ ليقول لها ليس الأمر وكأنني لم أعد أحبها أو حبي لها قد اختفى، فبالرغم من أنها قامت برفضي ولن أستطيع أن أخرج معها، لكن هذا من أجل إرضاء نفسي، سيكون عيد ميلاد الخاص بها حجة لكي أقدم لها هدية، وإذا ابتسمت سوف أكون محظوظ على ما أعتقد. لترد عليه هي لا يوجد أي أحد لن يكون سعيد باستلام هدية من شخص ما على ما أعتقد. بعدها هو قال مع نفسه لا حرج في أن يعطيها شيء يظن هو أنه سوف يناسبها حتى لو لم يعجبها، فالأكثر أهمية هو أنه قدم لها هدية. في تلك الأثناء هي كانت مع أختها وصديقتها يلعبون في البحر وكانوا يقضون وقت ممتع. بعدها وهم جالسون يرتاحون لاحظوا أن هناك متجر جميل بالقرب منهم ويقال عنه متجر الحرف، لهذا قرروا عندما ينتهون سوف يذهبون لكي يصنعوا شيء كتذكار لهذا اليوم. في تلك الأثناء ساغو كان يصنع الهدية، لكن لاحظ صورة لبنت تشبه ساساكي وسألها هل لديها أخت صغرى، ولما نظرت للصورة قالت له أن تلك الصورة هي خاصة بها مع والدها عندما جاءوا هنا آخر مرة،
ليسألها هو هل لديك هواية في ارتداء الأزياء التنكرية؟ لتقول له لا، ذلك هو الزي الرسمي لمدرستها المتوسطة. هو في تلك اللحظة صعق لأنه كان يتوقع من أنها تدرس في الجامعة، لكن هي ليست طالبة جامعية بل طالبة في المدرسة المتوسطة، يعني هو أكبر منها لأنه هو يدرس في الثانوية. بعدها بدأ يقطع في تلك الصدفة الصلبة، لكن كانت صلبة لدرجة جعلتها يشعر بالتعب، لكن ساساكي بدأت تشجعه، لهذا هو قرر أن يبذل قصار جهده لينهي القلادة التي يريد أن يصنعها، لكن لا زال يفكر في كيف يمكن لبنت كساساكي أن تكون في المدرسة الإعدادية، هي تبدو كبيرة جدا. وقال أن فتيات الإعدادية هذه الأيام مثيرات للإعجاب بشكل خطير جدا. بعدها استطاع أن ينهي عمله وقال لها أنه آسف لأنه جعلها تنتظر، لم يتوقع أن الأمر سوف يكون بهذه الصعوبة، لتقول له أنها كانت تستمتع بذلك. لهذا هي على ما يرام. بعدها سألتها بخصوص ما كانوا يتحدثون عنه سابقا، لأنه قال بأنه تخلى بالفعل عن محاولة أن يكون مع تلك الفتاة التي يحبها، ليقول لها نعم أعتقد ذلك. لتسأل هي بما أنك تخليت عنها لماذا أنت قادر على بذل قصار جهدك من أجل أن تصنع لها هدية؟ ليرد عليها أن الأمر غريب قليلا، لكنه إن كان الأمر من أجلها يجعله ذلك يبذل قصار جهده، لكن ربما هي لن تفهم الأمر حتى تقع في الحب، وعندها سوف تفهم الشيء الذي يحس به ساغو. لكن هي توترت وقالت له أي نوع من الأشياء هو الحب؟ ليقول لها أنه ليس شيء ممتع بشكل خاص، بالإضافة إلى أنني أيضا أريد أن أعرف ما الذي يعنيها الحب، لأنه بالرغم من مرور عامين ونصف منذ أن أعجبت وأحببت آيكا ما زلت أبحث عن الإجابة. وساساكي كانت معجبة جدا بكلام ساغو. بعدها هم قرروا أن يلتقطوا صورة تذكارية قبل أن يغادروا، لتأتي آيكا وصديقتها وأختها، لكن مديرة المحل قالت لهم أن الأعمال اليدوية لهذا اليوم قد انتهت، لكن يمكنهم أن يلقوا نظرة عن المحل. ولما دخلوا أعجبهم المحل، وآيري عندما نظرت للصورة وجدت صورة ساغو وساساكي، لكن آيكا وصديقتها لم يروا تلك الصورة. بعدها خرجوا وذهبوا للغداء. آيكا رأت ساغو وساساكي لكن رأتهم من الخلف، لم تكن متأكدة من أن الشخص الذي رأته هو ساغو أو شخص يشبهه فقط. لتأتي أصيدة ولاحظت أن آيكا مشوشة، لتسألها ما الذي حدث. لتقول لها آيكا أنها رأت شخص يشبه ذلك الشخص الذي يتحدثون عنه، يعني كانت تقصد ساغو، وكانت تتساءل هل هو حقا في عمل بدوام جزئي. لتقول لها أصيدة ربما هو الآن في موعد غرامي، لكن آيكا في تلك اللحظة صعقت وقالت لها من بين الجميع هو سوف يخرج في موعد غرامي، مستحيل. وهو في تلك الأثناء كان في طريق العودة، لتقول له ساساكي أنها آسفة لأنهم لم يتمكنوا من الانتهاء من تلك القطعة، ليقول لها أنه لا بأس، فهو أيضا لا يستطيع أن يبقيها معه لوقت متأخر. لتقول له هي أنها تتمنى لو لم يكن لديها حاضر تجول في الليل. ليرد عليها هو أن والدها سوف يشعر بالقلق تجاهها، لهذا يجب ألا تتأخر، وهي قالت له أنهم سوف يعودون للمتجر مرة أخرى. ليقول لها هو بطبيعة الحال سوف نعود له، وفي ذلك الوقت سوف أحضر لك هدية، وهي كانت سعيدة جدا بذلك. بعدها صعدوا للحافلة، وهي سألت هل هي أيضا عندما تصبح طالبة في المدرسة الثانوية سوف تقع في الحب، لأنها عندما تفكر في الأمر تشعر بالخوف قليلا. وهو بدأ يضحك ليقول لها أنه سوف تكون بخير، لكن يجب أن تكون متحمسة لذلك وليس خائفة. لتقول هي لأنك أكبر مني فقط، لديك معرفة في هذا المجال. ليقول لها أنه غير مهم القلق بشأن التوقيت، يمكن أن يأتي الحب في أي لحظة وأي وقت، لهذا لا يوجد أي فائدة من أن تقوم بالاستعداد له لأنه يأتي بشكل مفاجئ، هذا هو الحب. لأنها كانت تفكر كثيرا كيف سوف يحصل ذلك ومتى وكيف عليها أن تتعامل مع الأمر، لهذا ذلك التفكير الزائد جعلها تشعر بالخوف. وعند سماعها لكلام ساغو اطمأنت، ولأنها كانت متعبة كثيرا نامت، وهو لم يريد أن يوقظها حتى يصلوا إلى المحطة. بعدها أخرج هاتفه ووجد نفسه داخل مجموعة لم يعرف من أدخله لها، وكتبت له أصيدة لم نجدك لكي تذهب معنا لكن أنت محظوظ، وأرسلت له الصور التي التقطوها في البحر، وهو كان مصدوم لرؤية آيكا في ملابس السباحة، بالإضافة إلى أنهم كانوا في ميشيروهاما وهو المكان الذي كان فيه مع ساساكي، وكان يتساءل هل رأوه مع ساساكي. لتنتهي الحلقة، أتمنى أن ينال إعجابكم هذا المقطع، لا تنسوا دعمنا باللايك والاشتراك لتتوصلوا بكل الملخصات القادمة، وملتقانا في المقطع القادم.